السلام عليكم، انا صاحب المرحوم محسن، الله يرحمه الله يغفر ليه في هذا النهار هذا، الله يصبر والديه. كانت الصحبه ديالنا بحال الخوت، مزيان، ما عمرنا شفت منه شي عيب، ما عمرو اذى شي واحد، ما عمرنا سمعنا عليه شي حاجه خايبه ولا لا. يلا داك السيد بقى فينا بزاف في هذيك الحاله فاش لقيناه. لا اله الا الله محمد رسول الله. هي كنت في السوق خدام، جاو الدراري عيطوا عليا قالوا لي راه محسن مضروب. صافي جيت ما تيقتهمش في الاول، صافي مشيت جري دزيت موطور وهبطت تما انا والدري، هبطنا طلينا عليه لقيته مسكين كرفس ديال بصح، مضروب الراس ومضروب العيني من فوقين، مسكين كل شيء من فوق، فمشيني لقيت حوايجهم مشرقين المايو، السروال ديالو هابط لهنا، واحد الحاله لا يرثى لها. ما رضيتش بهذيك الحاله، تكرفصوا عليها اخويا، تكرفصوا عليها ديال بصح، ما تبغيش هذيك الحاله تشوفها لاي واحد اصاحبي. قالوا الناس باللي هو مغتصب، ولكن احنا ما عرفناش، الطبيب الشرعي هو اللي بغى يعطيهم شنو كاين. لقيت فاش مشيت لقيت السيد حوايجو مسلوتين، فهمتي؟ بقى في المايو مشرق وفيه الدم والسروال ديالو هابط، فهمتي؟ لا ما شميتش، ما لا والو، ما شميت لا ريحه الشراب لا والو، ما عرفتش، فهمتي؟ ما سميت انا والو. واش مشيت شنو الحكم اللي بغيتي لهاد الناس هادو اللي تعداو عليك؟ باش غنقول لك الحكم، اقصى العقوبات لهاد الناس اللي داروا هاد الحاله لهاد السيد، و ويتموا البنيه ديالو في باها، ويتموا والديه، تنطلبوا من القضاء يدير الخدمه ديالو. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، ما بغيناش بحال هاد الشيء يتعاود يتكرر في هاد البلاد هادي. الله يرحم لكم الوالدين. شنو غنقول لك، هذا الشيء مولفين به حتى يوقع بزاف، وقعوا مشاكل بحال هكا بزاف في هذه البلاد. لا من قبل بزاف المشاكل بحال هكا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.